نظم مستشفى 57357 احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة العدوى بحضور نخبة من المتخصصين في مجال مكافحة العدوى من مختلف دول العالم. طبعاً يشرفنا ويسعدنا أن احنا للسنة التالية على التوالي بنستضيف التدريب العملي للبروجرام بتاع مستشفى سان جود تشيلدرن ريسيرش هوسبيتال، التدريب العملي لأكثر من 25 طالب موجودين معنا من مختلف دول العالم، وتم اختيار مستشفى 57 طبعاً يبقى أنها تبقى الترينينج هاب ده من السنة اللي فاتت. التدريب كان لمدة أسبوع كامل على أساسيات الـ Infection Prevention Control، من غسل الأيدي، من السيرفيلنس، من تحقيق عشان خاطر الـ Outbreaks والكلام ده كله. وقائع الاحتفال تمت على هامش ختام البرنامج التدريبي الدولي لمكافحة العدوى، والذي يعقد سنوياً بالتعاون بين مركز سان جود العالمي لطب الأطفال ومستشفى 57357. ده عبارة عن تعاون مشترك بيننا وبين مستشفى سان جود. المستشفى دي الحقيقة هي أقرب مستشفى لينا، إن هما مستشفى متخصصة بس في علاج أورام الأطفال زي بالضبط مستشفى 57357. اختاروا مستشفى 57357 من الريجن كله إن يتم فيها تدريب وتنفيذ الكورس بتاعهم ده، اللي هو كورس خاص بال Infection Prevention and Control، اللي هي مكافحة العدوى. البرنامج التدريبي يشهد هذا العام تخريج دفعة جديدة من المتدربين تضم 25 متدرباً من مصر وإفريقيا وشرق المتوسط، حصلوا على شهادة دولية معتمدة من الأكاديمية البحثية بمستشفى سان جود بعد أن أتموا تدريبهم العملي بمستشفى 57357.